السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما كده متجمعين مع بعض على خير وفي الخير وزايدين دايما ومش ناقصين. حلقتنا النهاردة وصفاتها حلوة جدا جدا، ان شاء الله وصفات جديدة لذيذة وان شاء الله هتجربوها. عندنا النهاردة وصفة للفراخ رهيبة، كلنا بيبقى عندنا صدور فراخ او شرايح فراخ صدور يعني عايزين نعملها بطريقة مختلفة غير المشوي وغير البانيه، فالنهاردة هنعملها بطريقة تحفة جدا، هنعملها بصوص الرانش والمقادير كلها بسيطة ان شاء الله تجربوها. اما الحلو معانا النهاردة هيكون كيك خطير جدا جدا وهي كيكة الموز بالكراميل. تعالوا بينا بقى نبدأ الأول بالفراخ، يلا وقبل ما نبدأ نقول مع بعض الأرقام اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها من أي تليفون أرضي على 0900-917 والموبايل هيكون على 1710 وفي انتظار مكالماتكم، ويلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير للفراخ المشوي بصوص الرانش. عندنا ايه بقى؟ عندنا اربع صدور مقسمه كل صدر شريحتين علشان تبقى الى حد ما سميكه شويه، او لما تطلبي من الراجل بتاع الفراخ قولوا له انا عايزه صدور فراخ شرايح فراخ للشوي فهيديها لك تخينه الى حد ما. عندنا من صوص الرانش كوبايه، شرايح توست على قد الشرايح بتاعتنا بتاعت الصدور هنحتاج شرايح توست، شرايح جبنه موتزاريلا، طماطم شيري متقطعه انصاص، عندنا زيت وملح وفلفل، بس كده شايفين مقادير ولا اسهل من كده. عايزه اقول لكم بقى على صوص الرانش، يعني لو انتوا حابين تعملوه في البيت هو بسيط جدا ومقاديره بسيطه، بيبقى عباره عن كوبايه من الزبادي، هنحتاج لها معلقتين كبار عصير ليمون، ثلاث معالق كبار من المايونيز، ومعلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، ملح وايه تاني، ومعلقه كمان من البصل المفروم، ومعلقه من الشبت المفروم. ده علشان نعمل صوص الرانش، عشان كده هتلاقوا ان احنا مش متبلين الفراخ بتتبيله كبيره، هي كفايه الصوص اللي هيتحط عليها هو ده اللي هيديها الطعم اللذيذ بتاعها. تعالوا بينا يلا نشتغل. وزي ما قلنا عندنا شرايح الفراخ شرايح الى حد ما متختخه شويه سميكه شويه علشان تتحمل معانا الشوي وما تبقاش ناشفه ويبقى ليها طعم حلو. بسم الله يلا بينا. تعالوا نبص بصه كده اخبار قطع الفراخ بتاعتنا، اهي زي ما انتم شايفين تخينه شويه، ايوه باينه معانا خالص اهو، تمام حلو قوي. كل صدر جبناه رحنا مقطعينه على اتنين فبقت معانا بالشكل ده، هايلة جدا. هبتدي اخد بقى من الملح والفلفل عشان اتبل قطع الفراخ، ونقلب نتبل كل ناحية كده ونقلبها الناحية التانية. يبقى احنا محطناش غير ملح وفلفل بس، وزي ما عملنا في الناحية الأولانية هنعمل في الناحية التانية ونوزع عليها كده الفلفل والملح، هايل. بندعك طبعا ملح والفلفل علشان يدخل جوه انسجه الصدور بتاعت الفراخ. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، زي ما انتم شايفين كده صدور الفراخ مغسوله كويس قوي وبعدين متنشفه كويس قوي قوي قوي، بحيث ان انا لما احط عليها حاجه تبقى زي ما انتم شايفين كده ماسكه عليها وما تفكش وما تسيبش منها خالص، ما فيش اي سوائل هنا، فالدنيا زي الفل. تعالوا بينا في جريل على النار، هحط كده ايه معلقتين من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا شهد. الو يا شهد. الو الو ايوه يا شفاط، اهلا حبيبتي، اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. كويسه الحمد لله. الحمد لله يا روحي، منوراني ضرورك حبيبتي، انا بحبك قوي جدا يا شفاط. ميرسي يا روح قلبي، انا بحبك اكتر، تسلميلي. بتفرج عليكي كل يوم حبيبتي. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 13. ما شاء الله. قولي لي يا شهد، بتدخلي المطبخ وتعملي حاجه ولا بس بتساعدي ماما؟
لا انا بدخل المطبخ، ما شاء الله عليكي. بتعملي ايه بقى؟ بعمل كل حاجة. ما شاء الله، احلى حاجة بتعمليها كده، ولما بياكلوها من ايديكي يقولك يلا دايما انتي اعملها لنا عشان بتعمليها حلو. صينية البطاطس ما بالفراخ. شاء الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا شهد، والله تسلم ايدك يا روح قلبي. ليكي اي اسئلة؟ عيوني مش فاضية. الو، قولي يلا. لما اجي اعمل الكيك بحطه في حته بتبقى هشه وحته لازمه. ده ايه الكريب؟ الكيكه الكيك حته بتبقى ايه؟ الكريب ماله؟ ازاي قفلت؟ طب حاولي اتصلي بينا تاني عشان انا ما سمعتش السؤال كويس، مش فاهمه قصدك ايه. ماشي يا شهد، نورتينا يا روحي. خلاص بنشوي قطع الفراخ على نار طبعا عاليه، يا دوبك دهنا الجريل بتاعتنا او الطاسه بتاعتنا اللي ما بتلزقش بدهنه خفيفه خالص من الزيت، وكنا متبلين شرايح الفراخ بملح وفلفل بس. طيب تعالوا بينا بقى، عندنا التوست، دي شرايح التوست اهي اللي هنقدم معاها الفراخ. هنعمل فيها ايه؟ تعالوا بينا بقى نعمل لها تتبيله حلوه قوي هتخلي طعم الشرايح التوست رهيبه. هنجيب كده بوله اكبر، ممكن، يلا بينا. ومعانا انجي، يا انجي. الو الو، ازيك يا انجي، عامله ايه؟ الو، اي حبيبه قلبي، اتفضلي. بحبك قوي حبيبه قلبي، تسلميلي. بحبك قوي قوي والله، وبتابع كل حلقاتك يا روح قلبي. انت عندك كام سنه يا انجي؟ عندي 10 سنين. ما شاء الله، بتحبي المطبخ؟ بدخل مع ماما المطبخ وكمان بساعدها. ما شاء الله عليكي شطورة، اللهم بارك. ربنا يخليكي. بتحبي تاكلي ايه يا انجي؟ بحب اكل البانيه والمكرونه البشاميل. الف هنا يا روح قلبي، الف هنا. ليكي اي اسئله؟ لا بس انا كنت بكلمك بس. خلاص يا روحي نورتيني، ما تحرمش منك ابدا، تعيشي وتكلميني على طول. بصوا بقى، هنا مجهزين زي ما قلنا شرايح توست بعدد شرايح الفراخ، عندنا 8 شرايح توست وعندنا 8 شرايح فراخ. مجهزه معايا معلقه كبيره من الثوم المدقوق الناعم، هحط له كمان شويه من الزعتر سواء فريش او باودر، هحط له كمان بقدونس مفروم، وعندي بقى زيت زيتون او زبده اللي متوفر واللي انتوا حابين طعمه اكتر، الاثنين حلوين قوي. نقلب بالمعلقه بقى، ونحط كمان الملح ضروري، نقلب الكلام ده كله كويس قوي قوي. محتاجه شويه زيت، نحط له شويه زيت. تعالوا بينا ناخد الخلطه التحفه دي نحطها على شرايح التوست، نوزعها كده. تمام، عايزه اقول لكم بقى ان التوست نفسه بيبقى طعمه رهيب 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 حتى لوحده. وهندخله الفرن يا دوبك كده، ايه، نحس ان الثوم اخد لون كده وريحته طلعت وابتدى التوست يتحمص شويه. هايل، خلاص ظبطنا التوست بتاعنا، كنا حاطين خلطة جميلة من الثوم المدقوق
عندنا زعتر، معلقه كبيره زعتر، معلقتين كبار من البقدونس المفروم ناعم، حطينا كمان زيت زيتون حوالي نص كوبايه ومعلقه من صغيره من الملح، قلبنا كله مع بعضه وابتدينا ندهن بيه او نوزعه على شرايح التوست بالشكل ده. ويلا على الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 200، احس بس ان التوم خلاص ريحته طلعت واستوى علشان اطلعه. هعلي بس درجة الحرارة. تمام، ونرجع نبص على الفراخ بتاعتنا ايه الاخبار. بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة، اخدت لون حلو قوي، فاضل لها يا دوبك تكاية على انها تكون خلاص استوت. هحضر كده، قالب معايا قالب فرن. تمام، لونها تحفة. نسيبه نحط الباقي عشان يكمل بقى المقدار كله. تتبيلتنا للفراخ كانت تتبيلة بسيطة قوي، وهي كانت عبارة عن ايه، ملح وفلفل، ويا دوبك دهنا الجريل بتاعتنا زيت وشوينا على طول، حتى ما استنيناش ان الفراخ تقعد في التتبيله ولا حاجه. خلي دول يكملوا كده الشوي بتاعهم، وتعالوا نجهز بقى التتبيله اللي هنتبل بيها الفراخ بعد ما خدت كده ايه صدمه على الجريل عشان ندخلها الفرن. زي ما قلنا عندنا بقى ايه صوص الرانش اهو معانا بالشكل ده. قلنا مكوناته عبارة عن ايه، كوباية من الزبادي، حطينا لها 3 معالق كبار من المايونيز، حطينا كمان معلقتين من عصير الليمون، معلقة صغيرة بصل بودر، ومعلقة صغيرة توم بودر، وملح وفلفل، ومعلقة بقدونس بصل اخضر مفروم، ومعلقة من الشبت المفروم ناعم جدا. قلبناهم مع بعض وبكده الصوص بقى جاهز معانا ان احنا نحطه على الفراخ بتاعتنا. انا مستنيه بس ايه نشوح دول او نشويهم علشان نستخدم كله مره واحده. تمام، نطلع ولا نحط صوص الرانش؟ طيب يلا بينا بقى نضيف صوص الرانش. تمام، على الفراخ بالشكل ده، معلقه كبيره على كل شريحه عشان بقى ندخل الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني عشان الفراخ بس تكمل التسوية بتاعتها، يفضل لها حاجة بسيطة وتستوي. طبعا كنا ادينا لها صدمة من الناحيتين، خدت اللون وكل حاجة، بس فاضل لها يا دوبك ايه نقول 10 دقايق كده وتكون استوت، هندخلهم الفرن. هايل، يلا ودي كمان كله خلاص اخد اللون والدنيا زي الفل. حاضر، يلا حطينا صوص الرانش، تعالوا بينا بقى ندخل الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200 علشان الفراخ بتاعتنا تكمل التسوية بتاعتها وتشرب بقى من طعم صوص الرانش الخطير جدا جدا. يلا بينا. هوب، وكده نقدر نطلع فاصل صغير خالص. حطينا التوست في الفرن علشان يتحمص، وحطينا الفراخ علشان تكمل تسوية بصوص الرانش. هنطلع فاصل صغير خالص، نرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني وعملنا الفراخ المشويه بصوص الرانش، الفراخ في الفرن والعيش خلاص اتحمص وريحته، عماله اقول لهم ريحه العيش تحفه جدا. بصوا العيش خلاص اخد لون لطيف، التوم نفسه ابتدى يلون اهو، بام 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 اهو. والناحيه الثانيه زي الفل، احنا كده 10 على 10. ده هيبقى البيزك او الاساس اللي هيتقدم فوقيه قطعه الفراخ المشويه، فالشكل مختلف، التقديم مختلف، وان شاء الله الطعم حكايه.
بينا بقى لوصفتنا التانية. وصفتنا التانية هتكون كيك الموز. الموز دلوقتي حلو قوي ومسكر ولذيذ، وكتير بقى بالليل بالذات كلنا بنحتاج ناكل حاجة مسكرة. فهنعمل مع بعض كيكة تحفة جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بينا نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقة التحضير. عندنا ايه بقى؟ عندنا 4 موزات هنقطعهم شرايح مع بعض دلوقتي، كوباية سكر، 3 كوبايات دقيق، كوباية حليب، كوباية زيت، 4 بيضات، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من عصير الليمون، معلقة صغيرة من الفانيليا، رشة ملح بسيطة، وعين جمل لو حابين، ده اختياري، نقدر نشيله ونقدر نحطه، نحط بقى مكانه سوداني، ممكن نشيل خالص ميبقاش فيه أي مكسرات زي ما انتم عايزين. الكراميل، الكراميل عندنا هنحتاج له كوباية سكر ناعم، 1/4 كوباية مية، كوباية كريمة خفق بتاعت الحلويات، ومعلقة كبيرة من الزبدة. بس كده، دي المقادير. طب يلا بينا بقى نشوف طريقة التحضير. وبداية هجيب السكر عشان أبدأ أعمل الكراميل، وأجيب معايا مية عادية من الحنفية، دي كده كوباية، وتعالوا بينا يا دوبك نبل مع بعض بس السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني زي ما قلنا كده حوالي 1/4 كوباية سكر، 1/4 كوباية مية. زي الفل. هنسيب السكر بتاعنا يبتدي يسيح ويتكرمل وياخد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه على النار، من غير ما نحاول ان احنا نقلبه. لو قلبنا يبقى نقلب بحرص. ليه؟ في ناس كتيرة بتشتكي لما تيجي تعمل كراميل، سواء عاملين كراميل النهاردة عشان الكيك او البسبوسة الجديدة اللي احنا عملناها لما كرملنا لها السكر، في ناس كتيرة بتشتكي انا بعد ما بكرمل السكر وبيسيح بيرجع تاني يتبلور ويرجع تاني يتحول سكر. ده بيجي من ايه بقى؟ بيجي اولا احيانا نوعية السكر نفسها مش حلوة، ثانيا ان انا وانا بقلب ببتدي انطور سكر شمال ويمين على جدران الطاسة، وبالتالي لما يتحول كراميل يرجع تاني يسكر تاني ويتبلور تاني، او المعلقة اللي انا شغالة بيها برضو فيها حبيبات سكر فبتخليه يرجع يتحول تاني لسكر. فعشان نتلاشى الموضوع ده انا مش هقلب بمعلقة ومش هقلب بحاجة، كل ما احتاج اقلب هعمل كده واقلب الطاسة نفسها تمام لغاية ما كله ياخد نفس اللون. واهم حاجة زي ما قلنا السكر وحبيباته ما يجوش على جوانب الطاسة بتاعتنا. وصلت المعلومة؟ تمام. انا حابة بس احط شوية مية كده في نص الطاسة بتاعتي عشان السكر ده يتبل. بس كده يبقى الهدف من 1/4 كوباية المية اللي احنا قايلينها في المقادير ان انا ابل السكر بتاعي يبقى كله مبلول. تمام. ولما نقلب نقلب بالشكل ده. هايل. هنسيب الكراميل يتكرمل. زي ما قلنا لو حابة انك انت تقلبي هتقلبي بخفة جدا وهتقلبي بالراحة من غير ما توصلي حبيبات السكر لأطراف الطاسة بتاعتك. عشان بس هنا ايه طاسة واسعة حبتين. زي الفل. هنستنى بقى السكر كله يسيح وياخد اللون اللي احنا عايزينه. زي ما قلنا هنستنى اللون الذهبي ونخلي بالنا عيننا عليه على طول، لان اللون ده بيجي بسرعه فنراعي ده علشان ما يمررش معانا. وتعالوا بينا بقى نشتغل في الكيك. والكيك النهارده هنعمله في الخلاط، ولا اسهل من كده. هفتح الخلاط وابتدي احط كل المواد السائله. والمواد السائله عندنا الحليب، عندنا البيض، عندنا الزيت. اهم حاجه يكون الحاجات كلها بدرجه حراره المطبخ، ما ينفعش اطلع البيض من الثلاجه سائع واحطه، ولا اللبن سائع من الثلاجه، لازم يكون واخد درجه الحراره بتاعه الجو. حطينا البيض، حطينا الزيت،
دي كوبايه من الزيت، كمان في كوبايه من الحليب، ونبص على الكراميل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا سعاده. الو الو. ايوه ازيك يا روحي، اخبارك؟ حلو قوي لون الكراميل كده، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. بطوطه انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي في نعمه، تسلمي لي. الله يخليكي. الحلقه بتاعت يوم الاربعاء كانت جميله جدا، يا ريت تتكرر تاني. حلقه الاربعاء؟ الحلقه المغربيه بتاعت فاطمه الزهراء. حاضر يا روح قلبي، عينينا ان شاء الله تتكرر تاني باذن الله مع بلد تانية ان شاء الله. ان شاء الله. بصي طالعه عندي اسالك بس على حاجه، الفراخ الصدر ما بيستواش معايا نهائي خالص. سيب الفراخ ما بسلقها ما بيستواش معايا، حتى لو سبت فتره طويله ما بيستواش معايا، اعمل ايه؟ بتجيب الفراخ في يوميها وتعمليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، حاولي تبيتي الفراخ في التلاجة ليلة، ده هيساعدك جدا ان يخلي الانسجة بتاعتها طرية وما تبقاش ناشفة وبتشد كده معانا. تمام يا سعادة. تمام يا حبيبتي. تمام. يومك سعادة وسكر زيادة. حبيبتي نورتينا. زي ما شفتوا كده وانا بكلم سعادة، لقيت الكراميل اللي اخد اللون، عشان كده بقول لكم خلي بالكم بياخد لون على طول. نزلت بمكعب الزبده وحطيت الكريمه، وهرجع ارد على النار تاني، بس هدي النار خالص، محتاجه نار هاديه عشان ما يفورش معايا. وتقليب مستمر لغايه ما يفك معايا السكر تماما. ومعانا مين؟ يا ساره. الو. ازيك يا مس؟ ازيك؟ اهلا اهلا، ازيك يا ساره؟ الحمد لله يا روحي، اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. لو سمحت انا عاوز اعرف طريقه البانيه. البانيه؟ حاضر، عينينا الاثنين. اقول لك حالا. لو سمحت عاوز اقول لك على حاجه. اتفضلي. هو الرز لما بعمله واجب اسويه احس معجن مني. عجن يبقى ميته زياده. طب يعني اعرف الميه بتاعته ازاي وانا؟ بصي يا حبيبتي، الرز البلدي بتاعنا كل كوبايه هتعمليها حضري لها كوبايه شوربه مغليه او ميه مغليه. كوبايه شوربه؟ يبقى قصاد كل كوبايه رز كوبايه ميه او شوربه. تمام. عشان تاخدي النتيجه المظبوطه. كوبايه ميه يعني مثلا لو عملت كيلو كوبايه ميه؟ لا، عايري بالكوبايات، خدي بالكيلو اللي انت هتعمليه ده، عموما هو بيطلع اربع كوبايات، بس اربع كوبايات كبار. انت عايري الرز بالكوبايه، وكل كوبايه رز قصادها كوبايه ميه او كوبايه شوربه. ماشي. تمام، عملتي اربع كوبايات رز يبقى اربع كوبايات شوربه. ماشي ماشي، نورتيني. بس ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. بتفسري احلام؟ لا طبعا. نورتيني. سؤال مباغت وغريب. بصوا كده الكراميل اللي اتعمل معانا تحفه ما شاء الله، فك كله والدنيا تمام، باين معانا زي الفل اهو، شايفين؟ تحفه جدا. يلا بينا، خلصنا خلاص الكراميل، يلا بينا نشتغل في الكيك. كنا عملنا ايه؟ حطينا البيض، الحليب، الزيت، وتعالوا بينا بقى عندنا الفانيليا عشان ما ننساهاش، وعندنا معلقه كبيره من عصير الليمون او الخل، وذره الملح، ونحط كمان السكر، هو ده الوحيد اللي مش مواد سايله بس لازم يتحط معاهم علشان يبتدي ايه يدوب تماما والدنيا تظبط معانا. ونقفل يلا ونشغل الخلاط بتاعنا. بسم الله. زي الفل، خلصنا خلاص كده الخليط السايل اتعمل. عايز اعمل حاجه بقى قبل ما اضيف البيكنج باودر والدقيق علشان ما اقعدهمش فتره طويله ومفعول البيكنج باودر يقل. هحضر قالب الكيك، وقالب الكيك معانا النهارده قالب يكون المنيوم مقاس 26. هبتدي اخد ورقه زبده، هحاول اعملها دايره على قد ما اقدر زي ما شفتوا كده، طبقتها
واطبقها تاني على شكل مربع، وبعد كده هبتدي اخدها بالشكل ده وكمان مره، وابتدي اساوي بايديا المقص، مش مشكله. ويلا بينا هفردها، بقت شكلها دائري عشان لما اسكنها تسكن معايا. لا ممكن نقلل حجمها اكتر، نصغرها اكتر. نفس التطبيقه. ومعانا مليكه. الو الو الو، ازيك يا مليكه؟ عامله ايه؟ ازيك يا شيف؟ كويسه، بحبك جدا. بحبك اكتر، منوراني. ده نورك يا شيف حبيبي، انا بحبك قوي وبتفرج عليك على طول. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي لي ومنوراني. ده نورك يا شيف حبيبتي. قولي لي انت عندك كام سنه؟ عندي 16. صوتك صغنطوطي خالص. نوراني يا روحي. ليكي اي اسئله؟ لا يا شيف، كنت بطمن عليكي بس. يا روحي تسلمي لي. قولي لي بس، انت كده شطوره في المطبخ ولا ايه النظام؟ ايوه يا شيف، بساعد ماما على طول. ما شاء الله، ربنا يخلي لك ماما ويخليها لك يا روح قلبي ويخليكي ليها. حبيبتي حبيبتي نورتيني. الفراخ تحفه وريحتها جميله جدا وخدت لون عظيم جدا جدا. جه بقى دلوقتي وقت الدلع، يلا ندلع الفراخ بتاعتنا. احنا ممكن نقدمها بالشكل ده هيبقى طعمها تحفه جدا، بس حابين ان احنا ايه نظبطها اكتر، فاحط لها بقى، خلي الولاد كده ايه ياكلوا وينبسطوا مننا. احط لها شرايح من الجبنه، معايا شرايح جبنه موتزاريلا، تقدري تستخدمي شيدر كمان. تمام، ومعانا علي. يا علي. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذه القديره فاطمه الحاتي. ابو حاتي. ابو حاتي، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ كل سنه طيبه. وحضرتك طيب. ازيك يا استاذ علي؟ انا كلمتك من 10 ايام قبل كده. وسمعت الحلقه بتاعتك بتاعت روستو صدر رومي. ايوه، وعملته الحمد لله، طلع يعني ممتاز ما شاء الله، اللهم بارك. بس طلع فيه عيب بقى. قولي. الحجم كان كبير شويه. فلما اديته ساعه سوى على وشه والوش الثاني نص ساعه وقطعته، فطلع فيه نقطه دم في النص كده. ما احنا قلنا اثناء الحلقه ان ده بيرجع لوزن الروستو نفسه او صدر الرومي، كل ما بيكبر كل ما بيحتاج وقت اكبر. طيب اعالج بقى، يعني هو فاضل جزء منه يعني حوالي ربعه كده تقريبا. حلو. اعالجه ازاي؟ قطعه شرايح. تمام، وتقدر تحط عليه صوص الرانش اللي احنا عاملينه النهارده وتدخله الفرن يستوي تاني، وهيطلع 10 على 10. 10 على 10. طيب استاذنك في اهداء. اتفضل. بنتي عبير كل سنه وهي طيبه، عيد ميلادها اول يناير. كل سنة وهي طيبة وبألف صحة. مدام سعاد أخت زوجتي عيد ميلادها برضه 2 يناير، كل سنة وهم طيبين وبصحة وسعادة إن شاء الله في حياتهم وفي أسرهم إن شاء الله. آمين يا رب، ربنا يبارك لك في كل حبايبك يا رب، وكل سنة وكلهم طيبين وبصحة وسعادة، اللهم آمين. نورتنا يا أستاذ علي. احنا قلنا واحنا بنساوي حتى الديك الرومي بيختلف من وزن للتاني، مفيش واحد بياخد نفس تسوية التاني، فلو صدر رومي كبير لا ما بتكفيش ساعة ونص طبعا، يعني هنخلي بقى الناحية الاولانية تاخد مثلا ساعة على النار، ساعة وربع كده، والناحية التانية ساعة الا ربع علشان نتأكد ان هي تكون استوت. كل ما بيكبر الحجم كل ما اكيد بيحتاج وقت اطول في الفرن. زي ما شفتوا كده، حطيت شرايح الجبنه فوق صدور الفراخ اللي كانت واخده لون خطير، حطينا لها كمان طماطم شيري بالشكل ده. تعالوا ندخلها يلا الفرن، جبنه تسيح بقى ونطلعها عشان نقدمها على طول. يلا بينا ومكملين مع بعض في كيك الموز بالكراميل. تعالوا يلا نكمل. كنا عملنا ايه؟ كنا حطينا ورقه زبده قطعناها كده بشكل دائري وفرشنا بيها قاع الصينيه بتاعتنا. تعالوا بينا بقى ناخد الموز ونبتدي نقطعه حلقات عشان يترص في ارضيه الكيك. عشان نظبطهم كده ونديهم رصة محترمة. زي
زي ما قلنا عندنا مكسرات، عايزين نحط حلو، مش عايزين براحتنا، يعني ده اختياري مش اجباري خالص. انا برص بس شرايح الموز اللي احنا قطعناها عشان تبقى مفرودة كده في ارضية الكيك. تفضل طبعا ان الموز يكون مستوي، ما يكونش ايه ماسخ. يعني ممكن نديله بقى شوية من عين الجمل، ونخلي شوية للقلب الكيك نفسه. وتعالوا بينا بقى، فاكرين صوص الكراميل اللي احنا عملناه؟ يلا بينا هنوزعه فوق الموز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، كله بقى نزليه كله. هايل، حلو جدا. احنا كده ظبطنا الصينية بتاعتنا علشان نبتدي نكمل الكيك بتاعتنا ونحطها فوق الخليط الجبار اللي احنا عاملينه. عايزاكم بقى تتخيلوا طعم الموز مع الكراميل مع عين الجمل يبقى طعمه عامل ازاي، فظيع. بعد ما خلطنا المكونات السايلة ومعاهم السكر، كان حطينا البيض، الزيت، الحليب، السكر، الفانيليا، حطينا كمان ذرة الملح والعصير الليمون، وقلنا ممكن نستبدله بخل. تمام، فاضل معايا بس من المكونات البيكنج باودر والدقيق، تعالوا نخلطهم على بعض. وننخلهم مرة تانية، ضروري جدا علشان ناخد نتيجة هايلة. دقيق الكيك يتنخل اكتر من مرة. هجيب بقى طبق اعمق عشان اعرف اخلط فيه كل المكونات واعرف انخل الدقيق كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن بتاعنا شغال على 170 ومجهزينه. الهواء بقى اللي بيدخل جوه الدقيق من مرحلة النخل دي بيفرق معانا جدا في قوام الكيكة، وان الكيك يطلع معاكي هشة اكتر. وتعالوا بينا يلا ننزل الخليط. معانا مين؟ مريم. الو. الو. ايوه، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ اه. ما شاء الله، انت عندك كام سنة يا مريم؟ 7 سنين. حبيبتي، تحبي تاكلي ايه يا مريم؟ بحب اكل المكرونه السباكيتي. سباكيتي، الله، حلوه قوي. تحبي ايه تاني؟ بحب البانيه. البانيه. تحبي الكيك؟ اه. طب ايه رايك نجرب مع ماما كده كيك الموز النهارده؟ نورتينا يا ماري. زي ما انتم شايفين بالراحه انا نزلت الخليط السائل على الدقيق اللي احنا ناخلينه مع البيكنج باودر، تمام، وابتدي اخلطهم مع بعض علشان يبقى معايا خليط كيك متجانس ما فيهوش اي تكتلات، وبنخفق في اتجاه واحد بالشكل ده. هاي لو ما احس ان خلاص الدنيا بقت تمام، الدقيق فك والدنيا ظبطت، يبقى انا كده 10 على 10 والخليط جاهز ان انا احطه في القالب بتاع الكيك اللي احنا كنا مجهزينه. حلو قوي الكلام ده. يلا بينا بقى نجيب القالب بتاع الكيك. انا بس عايزه اظبط هنا الفرن. جهزنا الفرن بتاعنا، هو كان شغال بس انا بظبط بس درجة الحرارة، المفروض من أول ما نشغله يبقى على 170 علشان ناخد النتيجة المظبوطة. كنا فرشنا في الصينية بتاعتنا ورقة زبدة، وحطينا شرايح الموز، ادينا كده شوية مكسرات مجروشة، ونزلنا عليهم بصوص الكرم اللي احنا عملناه. وجه الوقت علشان أنزل خليط الكيك. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله على طول. بصوا بقى الخليط فظيع ما شاء الله. بس عايزه اجيب سباتيولا انزل بيها كله عشان ما نسيبش حاجه خالص. يلا ننزل كل خليط الكيك ما نسيبش حاجه. قلنا الصينيه مقاس 26، تمام، تطلع معاكي 10 على 10.
هايل، ظبطنا الدنيا كله تمام. عايزه اقول لكم كيكه خطيره. يلا القالب بتاعنا بقى جاهز دلوقتي ان احنا ندخله الفرن على درجه حراره 170 على الرف الوسطاني لغايه ما يستوي. هيقعد قد ايه؟ يقعد 35 دقيقه وبعدين اعمل له اختبار استوى ولا لسه. اعرف منين؟ لما نجيب الستكس بتاعه الشيش طاووق واحطها في النص، في نص القالب واطلعه. لو لقيت الستكس لسه معرقه بعجينه الكيك لا هسيبها كمان 5 دقايق واعمل لها اختبار مره ثانيه. لقيتها استوت هطلعها. تمام، يبقى مش اقل من 35 دقيقه مقفول عليها، ما تفتحيش عليها خالص. محتاجه كمان ارفع الشبكه لفوق سنه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا وندخل القلب بتاعنا على طول على الرف الوسطاني على درجة حرارة 170. هايل. وتعالوا بينا بقى. لا فظيعة ما شاء الله، اللهم بارك. الفراخ أخدت لون حلو قوي قوي كده. احنا تمام جدا، شايفين الجمال؟ تحفة تحفة جدا جدا. تعالوا بينا بقى نجيب طبق كبير كده عشان ابتدي اقدم. طب نقدم واحدتين ونطلع؟ ماشي، ميرسي يا استاذ احمد والله. خلي كده ايه الطبق ده، هنحط فيه 4 قطع. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم بقى الطعم جبار. تخيلين بقى كده، ونحط بقى على العيش اللي هو نفسه طعمه خطير. يعني تحفه. الجبنه دي فظيعه. في طماطميه هنا بتاعت هنا نحطها. تغيير في تقديم شرايح الفراخ، وطعمة جدا ولذيذة، تعجبكم ان شاء الله جدا جدا. زي الفل. ايه رأيكم؟ انا ريقي جاي. هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، وبما اننا كنا شويين الفراخ بصوص الرانش فحبينا برضو ان احنا ندي بقى التوبنج الاخير والتاتش الاخير من صوص الرانش. عايز اقول لكم لازم تجربوا الوصفه. تعالوا نكمل. يلا هي الطلعه الاولانيه بتبقى كتيره حبتين. زي الفل. خلصنا خلاص فراخ ولا قطع من كده، وشكلها تحفة. عندك عزومة مشرفة جدا ولذيذة جدا جدا. وتعالوا بقى نطلعهم قدام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كويس يا أستاذ أحمد؟ كده كويس ولا ها جنبها؟ كده كويس. طيب زي تمام ولا كده؟ تمام زي الفل. كنا قبل ما نطلع فاصل عملنا مع بعض كيك الموز بالكراميل، ودخلناها الفرن على درجة حرارة 170 علشان
تستوي طبعا، وقلنا هنعمل لها تيست بعد ما يفوت 35 دقيقة علشان نشوفها استوت ولا لا. ولو لقيناها استوت بنعمل ايه بقى؟ بنجيب نجرب نشوف ان هي استوت ولا لا بالستكس، وبعد ما نلاقيها استوت خلاص بنطلعها نسيبها تبرد خالص ونقلبها. بتبقى معانا بالشكل ده، بتتقلب بكل سهوله، خاصه ان احنا حاطين ورقه زبده قبل ما نحط الموز والكراميل. عايز اقول لكم بقى كيكه غنيه ولذيذه وفيها طعم حلو قوي قوي، وكمان نقدر نزينها دلوقتي بايه؟ بصوص كراميل تاني لو احنا حابين. بسم الله. طبعا هي اصلا عليها صوص كراميل فهو مش باين معانا قوي، بس هو بيدي طعم حلو جدا جدا. تمام. وعندنا بقى ايه؟ عندنا عين جمل سليم. فاكرين كنا حاطين شوية؟ وزي ما قلنا نقدر نحط جوه عجينة الكيك نفسها، يعني بعد ما نحط الدقيق والبيكنج باودر ونقلبهم وننزل عليهم الخليط السايل، ننزل بقى آخر حاجة بعد ما نتأكد إن الخليط اختلط كويس، نحط بقى عين جمل مجروش ويدوبك يتقلب، وعلى طول نصب في القالب بتاع الكيك علشان يبقى عين الجمل داخل جوه الكيك نفسه. ده لو احنا حابين، مش حابين مفيش مشكله، ممكن نشيله خالص خالص، مش اساسي معانا. انا عايزه احط بقى شويه مجروشين في نص الكيك كده وحوالين الكيك. زي الفل. خلصنا خلاص تزيين الكيك بتاعتنا، زي ما انتم شايفين كده شكلها حلو قوي. ايه رايكم نفتح ونطلع منها حته كده ونشوف شكلها ايه من جوه؟ يلا بينا. تعالوا بينا بقى ناخد حته كده من الكيك اللذيذ بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال، يا خبر يا خبر على الاحساس كده، والواحد بيقطع الكيك وهو هش كده وجميل، تحفه. اوبا اوبا، شايفين الجمال؟ شايفين لون الكيك من جوه؟ والجزء اللي فوق ده شارب كده من صوص الكراميل وطعم الموز عليه، رهيب رهيب والله رهيب. نزل كده وتعالوا وتعالوا ندي يلا كده ايه. زي الفل، ولا احلى ولا اسهل من كده. كيكه خطيره ولونها من جوه فاتح، ولو واخدين بالكم واحنا بنقول المقادير وحطينا كمان معلقه من عصير الليمون، وقلنا نقدر نستبدلها بالخل. ليه بقى؟ علشان تدينا اللون اللي انتم شايفينه من جوه ده. شايفين لون الكيك عامل ازاي؟ لون الكيك جبار ما شاء الله، فاتح جدا. اللي فوق ده شارب الكراميل، واللي تحت لونه فاتح وجميل جدا جدا وهشه جدا جدا. ان شاء الله بجد هتجربوها وتعجبكم. يلا بينا بقى. ايه رايكم؟ فاصل صغنن خالص خالص وراجعين هنقول لكم حاجات مهمه، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم.
ست بيت شاطره بعد ما بخلص طبخ واخلص بقى الروايح الجميله كده المفحفحه بتاعه الاكل اللي جايبه اخر الشارع، احب طبعا ان يكون بيتي نظيف وريحته حلوه. علشان كده جايه وجايبه لكم النهارده موشن، وموشن بتقدم لنا شركه موشن بتقدم لنا مجموعه من العطور او معطرات الجو والمفروشات رهيبه جدا جدا باذواق مختلفه وروايح مختلفه تناسب كل الاذواق. موشن كمان مش بس معطر جو، لا موشن كمان ينفع تعطري بيه العربيه وتعطري بيه المفروشات، علشان متركب من التركيبه بتاعته بتعتمد على الميه وبالتالي ما بتبقعش معاكي القماش وبتحافظ عليه، وده بيدي ثبات اكتر للريحه. يعني في البيت لما نيجي نرش كده ونبتدي نرش الستاير والسجاد والانتريهات، فتلاقي بقى الريحه بتفضل مده كبيره وكل اللي يقعد كده الريحه تبقى مهفهفه وجميله جدا. موشن بيقدم لنا بقى روايح كتير جدا جدا، عندنا الليالي العربيه طبعا يعني ريحه شرقي، عندنا كمان سبريت ودي ريحه النظافه اللي هو بقى ايه، عارفين انتوا ريحه النظافه كلنا عارفينها، مجربين بقى في معطر الهدوم والكلام ده كله، حسي كده ان البيت كده متنظف وريحته حلوه. عندنا كمان انواع كتير جدا، في الخوخ عود وتفاح، قرفه وتفاح، في العود، في عندنا كمان مود، عندنا التوت، في ايه كمان، في حاجات كتيره جدا هنا. ده كلين، ده عطر برده النظافه. عايزه اقول لكم ان هو كمان امن وتركيبته فعلا امنه علينا، علشان الناس اللي عندها حساسيه الكلام ده كله على القماش، هو امن جدا جدا وبيدي ريحه بتدوم معاكي فتره طويله. فكلنا اكيد اكيد كلنا في بيوتنا لازم يكون عندنا معطر للجو، جاي لنا ضيوف، عملنا الاكل وريحه البيت معبقه، خاصه ان احنا في الشتاء كمان ودايما مقفلين اغلب الوقت، فبتفضل الريحه بتاعه الاكل موجوده في البيت، عشان نتخلص منها مش هتلاقي احسن من موشن. ينفع طبعا تستخدميه في التويلت، في المطبخ زي ما قلنا، في المفروشات، في العربيه، زي ما انت عايزه. موشن بتركيبته المائيه هيحافظ معاكي على المفروشات بتاعتك ومش هيخليها تبقع ولا حاجه، ما تقلقيش. عشان كده هو معطر شامل وكامل، مش بس للجو زي ما قلنا، للمفروشات وللعربيه، لاي مكان انت بتحبيه. نصيحه مني ليكوا بقى، جربوا موشن وعايزاكوا تجربوه وتقولوا لي رايكوا فيه ايه. دي كانت حلقتنا النهاردة، عملنا مع بعض وصفات حلوة جدا، وكمان عرفنا مع بعض معطر للجو رهيب جدا إن شاء الله يعجبكم. عملنا إيه بقى النهاردة؟ عملنا إيه؟ عملنا كيك الموز الخطيرة بالكراميل زي ما انتم شايفين كده، تحفة جدا، شكلها لطيف، من جوه لونها فاتح خالص، اهي معايا شربة من صوص الكراميل اللي احنا حطيناه، وطعم الموز مع عين الجمل رهيب. عملنا كمان النهارده صدور فراخ مشويه بصوص الرانش، حاجه كده وهميه. قدمناها كمان مع التوست المتبل بالثوم والزعتر والبقدونس، وزي ما انتم شايفين شكل الطبق خطير، على اي سفره هيبقى حاجه مشرفه جدا، طعمه حلو قوي. ان شاء الله تجربوا وصفاتنا النهارده وتجربوا كمان موشن وتقولوا لي رايكم فيه ايه. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه بوحاتي، والبيج بتاعتي فاطمه بوحاتي بالعربي وبالانجليزي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.